عثمان، شبك ابني؟ وقف احكي معي. ابني عثمان، يعطيك العافية أخي. أهلا وسهلا. أنت بتشتغل هون؟ لا، أنا مندوب من شركة لتنظيم الحفلات. طيب فيك تنادين لحدا؟ ليك والحارس هنيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. خير يا سيدي، صاير شي؟ اجينا لهون ندور على بنت يمكن تشتغل عندكم. صباح الخير. أخيرا فقتي. شو ساوي؟ سهرت كتير مبارح بعد الحفلة. خجلتينا قدام الجماعة. جهزي حالك خلينا نروح. صحي لسليم كمان، أنا فتت لفيق وكانت ريحة الغرفة بتقرف. شو عم يصير؟ يا الله، ليكون حدا مقدم شكوى مشان الضجة بسبب حفلة مبارح. مين بيسترشي؟ خلينا نروح شوف شو صاير. ما عرفت عن مين عم تحكوا، أعطوني أوصافها بلكي بقدر ساعدكم. كل خدمكم موجودين؟ ايه كلهم موجودين. بلكي هالبنت واحدة من المعزين ما بتعرف. طيب بتعرفوا اسمها؟ ما بنعرفه، لهيك عم نحاول نلاقي حدا بيعرفها. ليش شو عاملة؟ مرتكبة جريمة شي؟ شرطي عمار رجع على المغفر، عرفنا هويتها. يعني عرفتوا مين هي البنت؟ اجانا بلاغ، في بنت ضايعة بنفس مواصفاتها. وعرفتوا اسمها؟ اسمها فاطمة كيتنجي، حاول تعرف شي عنها. علم نحن ببيت رشاد بيك. خير ابني، في مشكلة؟ عم يسألوا عن بنت. فاطمة كيتنجي عم تشتغل عندك بالبيت؟ ما بصدق. وانا ما عرفتها، اول مره بسمع باسمها. وليش عم تدور عليها هون؟ في شاهد قال امبارح شافها بالحفله. بس امبارح كان في كتير معازيم عنا هون. اصلا انا ما بعرف كل المعازيم، لا اعرف فاطمه مين هي. شوفي شو عامله هالمخلوقه. تعرضت للاغتصاب على الشط. شو عم تقول؟ هلا هي بالمشفى. لا اله الا الله. ومين بتكون؟ المزرعه، محل ما جبنا الجبنات من بيت كيتنجي. عندهم بنت صبية اسمها فاطمة، اجوا ليلة مبارح، اجوا لحتى يشتغلوا بالمطبخ. بظن كل عيلة اجت معها. بس نحنا مالنا علاقة فيهم. طبعا لا، خلصوا شغلهم وراحوا. شو هالمصيبة؟ طيب اسفين على الازعاج. اللي كمشتوا اللي عملها؟ ما بنعرفه، عم نحقق بالموضوع وبيجوز نرجع مرة تانية. اهلين فيكم، بتشرفوا. عن اذنكم. تفضل. ايه طبيعي بده يصير هيك لما بتخلي اللي بيسوى واللي ما بيسوى يفوت على البيت. رشاد شو قصتهم؟ لا طمني، ما في شيء. بدك تدير بالك مرة تانية، الله اعلم شو قصتها. انا اسف. ميسر حقيني على المشفى بسرعة. شو في بالمشفى؟ شو صاير لمعي؟ ما بعرف، فاطمة صاير معها حادث وهلأ هي هونيك. هلأ أنا رايح مع العسكري، أخذني لعندها لهونيك. شو عم تقول؟ ركدي ميسر ركدي. يلا جاية سكر. شو هالمصيبة هي؟ خير شو في أختي؟ قال فاطمة صار معها حادث. لكن هاي نتيجة الدوارة من هون لهون. إذا تأخرت خدي مراد معك لبيتكم، ولا تنسي تسكري الباب. ماشي ماشي، لا تاكلي هم أختي، بس أمانة لا تنسي تطمنيني شو بصير معكم. سليم سليم، قوم قوم يلا فيه بسرعة. اجت الشرطة من شوي. ليش شو بدهم؟ كانوا عم يسألوا عن هديك البنت هون. أنو بنت؟ لك اصحى شبنا، هديك البنت تبع الشط نسيتها؟
لك نحن شو اللي عملنا؟ الشرطة عم تدور علينا، انخربت بيوتنا. يا الله، كانوا عم يستجوبوا عمي، لما اجيت كانوا رايحين، بس اكيد رح يرجعوا مرة تانية لياخذونا على الحبس. نحن شو عملنا بحالنا؟ شو عم بيصير هون؟ صباح الخير بابا. شو عم بيصير هون؟ جاوب. قلت له العزباني فيني ونسي، بتكون مرام عم تستناني. نسيت صحي شو بساوي؟ لك انتو بيلبق لكم الشرب انتو؟ طلعوا على حالكم. انا فايت الدواش. وقف لشوف. ليش من شوي كنت ملبك لما اجوا الشرطة لهون ها؟ يلا جاوبني، عم استنى. لا القصة مو هيك. انتو شو عاملين؟ نحنا ما عملنا شي. لوين رحتوا بعد ما خلصت الحفلة هون؟ رحنا على بيت مراد، كملنا باقي السهرة عنده. سليم أنا مستنيك تحت. كريم، كريم وين انت؟ ما بعرف. اسمع، في بجنبك حدا؟ لا ما في حدا. اجوا الشرطة لعندكم شي ليك مشوك. شو؟ انا ما عملت شي، شو دخلني انا؟ نحن واقعين بمصيبة، تعال عنا على البيت بسرعة. ما فيني. لازم تجي لنشوف شو بدنا نعمل بهي المصيبة. ما راح اجي. لك اسمع مني وحاجتك ولدني، الشرطة عم يدوروا علينا، انا وسليم ناطرينك هون. كريم قلت لك الشرطة عم يدوروا علينا، تعب بسرعة لا تتأخر. ماشي. اسمع منيح، حاول تخبي حالك وانت جاي، ولا تحكي مع حدا، ولا تخلي حدا يشوفك أبدا. ماشي؟ فهمان علي؟ فهمت. ايه عثمان، لك وينك انت ناطرينك؟ اخيرا صحي هاد؟ قاعد مع مرام واهلا وعم نفطر. خليه يجيب امه يجي لهون. شبك رفعت، ما انك شايف الجماعه تعبانين، بلكي حابين يرتاحوا شوي. قل له ما في داعي يجوا. ماما اجوا رفقاتي. ما في داعي يجي هلا، مو على اساس اتفقنا نجتمع لنحكي؟ وشو بدنا نحكي بقى؟ اسمعوا لا تقاطعني، البنت اذا حكت للشرطه رح نتبهدل كلياتنا، لهيك حمل حالك وتعب بسرعة. ما فيني اجي، ما عم تفهم علي؟ سليم، لازم نلتقي بالبنت قبل ما تفتح تمها وتحكي، تعا والا بيجي بشحطك شحطها. ايه ماما، امتى وصلتوا؟ طيب ماشي فهمت، بس بدي لاقي شي طريقة اعتذر فيها منه. شو بو عثمان؟ ما في شي حبيبتي، ارتاحي جاي لعندك. ما بعرف، لازم تلاقي طريقة، نحن عند مراد. طيب